نعم. ما فيش مشكل اسمه مقداد لو انه التونسي مو طيب التونسي هو شد الصف اي نعم على السكر يعمل تلفيت على اليمين وعلى اليسار على يشوف الصومالي توهير الرادارات والتحسينات نتاع سجن المرناقيه. انا اعرف سجن المرناقيه ان شاء الله اخر مره دخلته في زياره ونيارة 15 يوم والله صوت العصفور انا سمع صدقا كنت اتشوف لزقزقه العصفور في سجن المرناقيه خاطر بعض الصور اللي وروها لنا سي مقداد لازم نشوفوها الصور وكانه الشباك نتاع الزنزانه على شارع باريس ومش عارف هرب لا يا سي شباك بتاع حمام انا حسيت وشفت كانه شباك اي نعم خلي الصوره كبيره خلي الصوره كبيره يوحي للمشاهد وكانه هذاك انا في حي شعبي راهو زنزانه ورا زنزانه ثمانية ابواب انا حصيتهم شخصيا على الاقل من زنزانه مش زنزانه كنت في يعني في غرفه سجنيه مش في زنزانه باش تشم الهواء برا ثم ثمانية ابواب كان في 2006 مش توا كيفاش يتسلل هؤلاء وراهم الناس هذوما قاتلين امنيين تو نشوفوا قاتلين في 2004 او نعطي الاسماء باش نذكروك خاطر بين فرين احمد المالكي 44 عام معروف باسم الصومالي المسجون منذ عام 2014 وحكم عليه بالسجن 24 عام في قضايا اغتيال سياسيين شكري بعيد وحمد البرهم عام 2013 وفي 6 فيفري 2013 وقت اغتيال بالعيد اما رائد التواتي هذا احد الفارين الاخرين متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبل الشعبي. يعني ناس بالسيفي هذه الاصل فيه عندهم تحسينات وراء تحسينات على فكره المرناقيه تعرف راهو كي تخرج برا لا ثم شكون يسرح بنعجه لا حد شيء ما تشوفش. هو الحمد لله ان الساعه توقيت باهي بشر وتوقيت لانه لو تمت العمليه هذه في 2012 و2013 و2014 ماذا لو سؤال نعم لو صارت ماذا لو صارت في زمن الترويكا نعم. مثلا العمليه هذه بالتجيش الاعلامي ممكن راهي صارت مذبحه راهي صارت حرب اهليه في تونس راهي صارت اغتيالات اصلا مضاده ضد من يزعم بانهم هم ومن هربون. توجه لهم اصابع الاتهام دائما بانهم عندهم الامن الموازي عندهم امن موازي ظهروا من نجموش في قبيل لثم انقلاب وعندهم امن موازي ما هم في بالهمش مش يتم ايقافهم وعندهم امن موازي وبالجمله موجودين في الحبس وعندهم كوزي. امن موازي يفروا سجناء الارهاب ولا يفرونهم شوف انظر والله فرصة. انظر نعم انظر سؤال فعلا نعم تو في ذاك 40 سهم قيادات السياسيين تو حتى النهضه ما يحنوش على المعارضه اللي معاهم كيف عندهم الامن الموازي مو يهربوا كعبه اثنين علاش ما خرجوا جوهر مبارك وسي عصام الشابي الصومالي علاش ما خرجش معاه سي راشد الغنوشي والجماعه الصومالي كيدبر المكان هو ما دام ثم علاقه لصيقه صحيح وما دام ثم امن موازي وتابعين هذوكم يقولوا ديما تابعين سي ناصر العويني محامي ها نعم. قرا القانون وفهم القانون يربط هذا ما هذا انا اتساءل اليوم كيفاش الصومالي خرج وخلى سي راشد الغنوشي في السجن والعلاقه بينهم لصيقه وما ثم حتى حد ينجم فيها وهم يخرجوا الاحكام ويعرفوا من هو الارهابي هنا ثم حاجه نحب نقولها برايك انت ثمش مازالت ذره من اخلاق في منظومه ما يسمى بالمحامين هذوما اللي هم متاع لجنه الدفاع عن الشهيدين الان وقد تبين ان من الناس هذوما فروا مش في زمن الترويك مش في زمن البلجي قايد السبسي اللي عامل توافق مع سي راشد الغنوشي لا في زمن قيس سعيد في زمن قيس سعيد عدو الاسلام السياسي او ما يعرف بالاسلام السياسي كيفاش 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 يعني ماذا تبقى الان من خرافه الامن الموازي لا هو ماذا تبقى من تلك الاوهام اللي 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 ملات البلاتوات واللي اخذت الساعات والايام والاشهر وكل نهار أربعة أمام الداخلية شكون قتل شكري ماذا تبقى من تلك الأسئلة أنا متأكد جدا اللي لا توجد ذرة من أخلاق عند هؤلاء حتى يعترفوا على الأقل يعدلوا شوية موقفهم على الأقل ينسبوا شوية ويقولوا على الأقل رنا كذبنا كذا كذبة تشفيا وشماتة ونكاية في خصوم بالنهاية هم خصوم سياسيين هما احترام لأعضاء اللجنة في جزء احترام والبراهمي كيفاش الاحترام يعني البعض منهم سمحني مثالش انا نحب نسالك بالله احترام على شنو يعني ننسب احترام لسادة المحامين فيهم سؤال نعم ايه. هما ثاقوا في السيد سعيد تو هما الناس المتهمين مش متهمين هم مدانين
تم احكام يعني اوليه ابتدائيه مش نافذه مش باته, ولكن بمثل الصومالي هذا محكوم في مدان باغتيال ابراهيم. هم العناصر التنفيذيه موجوده, نعم, لكن كان دائما لجنه الدفاع دي تبحث عن الجانب السياسي, مش تبحث عليه, هي تسميه اصلا, نعم, وتقول لماذا لا يربط بسهم, نعم, هي مش تبحث عليه بعد اذنك, نعم, تفضل, نعم, ولكن